دكتور، عايزين من حضرتك روشتة نصائح للمرأة الحامل بصفة عامة سريعا، يعني عشان تمام. للأسف وقت حلقتنا انتهى. الست الحامل، الحمل ده نعمة من الله سبحانه وتعالى، أكيد لازم نحافظ عليها. تمام ماشي. والله سبحانه وتعالى أكرمنا بالنعمة دي، فحق الشكر لله سبحانه وتعالى إن احنا نحافظ على الحمل. تمام. أول حاجة، أول ما تعرفي إن أنت حامل لازم تروح للدكتور بتاعك، ولازم تعملي حاجة اسمها متابعة حمل، ماشي، عشان يسجل كل بياناتك، آخر دورة عليكي، ماشي، يشوف الحمل في مكانه الطبيعي جوه الرحم ولا بره الرحم، ماشي، يديكي حاجات لو انت محتاجة، يديكي حاجات تمنع التشوهات، تعمل سيولة في الدم، تحسن الدورة الدموية اللي رايحة للبيبي. تاني حاجة، يسجل ضغطك ويسجل النبض بتاعك، ماشي، يشوف الوزن بتاعك كل مرة، ماشي، يشوف التطور الطبيعي للحمل، هل الحمل ده فيه نبض على ميعاده الطبيعي؟ هل الحمل كيس الحمل بيكبر؟ هل الحمل فيه مشكلة؟ ماشي، هل انت محتاجة فحوصات معينة الدكتور ينصحك بيها تعمليها؟ هل محتاجة تثبيت للحمل ولا مش محتاجة؟ تمام. كل الحاجات دي محتاجة، الحمل ده محتاج متابعة من أول يوم لحد آخر، لحد الولادة. إذن دكتور، المتابعة، متابعة الست الحامل مع الدكتور من أول خطوات الحمل شيء مهم جدا. طبعا دكتور، الحلقة طبعا كانت ممتعة، والحديث كان ممتع جدا مع حضرتك، وكان فيها إفادة كثيرة جدا. يا رب يكون فدنا الناس كلها إن شاء الله. يا رب. دكتور محمود خطاب، بشكرك جدا.